فيديو اليوم عبارة عن معلومات عن ريان فهمي بدر، لكن قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى منكم مشاهدته حتى النهاية. الاسم كاملا ريان فهمي بدر، الأخت التوأم لروان فهمي بدر، تاريخ الميلاد 1/9/2007 ميلادي، العمر 12 عام وسيكون عمرها 13 عام في شهر 9/2020، أكثر من روان ب 25 ثانية. ليس هناك وجه شبه بينها وبين توأمها من حيث الشكل. مكان الميلاد الإمارات، مكان الإقامة الإمارات أبو ظبي، البلد الأصلي الأردن إربد، تزور الأردن في الإجازات. أخواتها رغد، روان، وميرة وآيلة، لها أخ واحد اسمه خالد. الوزن 40 كيلوغرام. لا تلبس عدسات، لون عيونها طبيعي. لون العيون وراثة عن والدتها. أكثر أخت تشبهها ميرا وتحبها كثيرا. كان لديها جسر لتقويم الأسنان. أكثر شيء تخاف منه الدمى. تستخدم المكياج لكن ليس كثيرا. مبدعة في التمثيل وخاصة في مشاهد الحزن. الأكلة المفضلة الباستا. الفاكهة المفضلة التفاح الأخضر والرمان. اليوم المفضل من أيام الأسبوع يوم الخميس. اللون المفضل الزهري الفاتح. الهواية المفضلة الجمباز. اللعبة المفضلة الببجي وهيليكس جام. أكثر مادة تحبها الرياضيات. أكثر مادة تكرهها العلوم. أكثر بلد تحب السفر إليه تركيا. أكثر لغة تحب أن تتعلمها اللغة التركية. أكثر الحيوانات التي تحبها القطط الصغيرة. أكثر صبغة شعر تحبها اللون الأزرق. أكثر نوع سيارات تفضله اللامبرجيني. أكثر موقع سوشيال ميديا تتابعه ميوزيكلي. الأغنية المفضلة باربي جيرل. الشخصية الكرتونية المفضلة جامبول. زارت تركيا في رحلة سياحية والتقت بها يوم رام. الخضروات المفضلة الخيار والجزر. تحب برجر الدجاج. تحب الشعر الطويل. العصير المفضل عصير بالشوكولاتة. الملاهي المفضلة سبار كيدز. المسلسلات المفضلة مسلسلات الدراما. الماركة الرياضية المفضلة أديداس. الشيبس المفضل تاكيس. المكسرات المفضلة الفستق. الكيكة المفضلة كيكة الشوكولاتة. تحب أكل الجيلي. المغني المفضل جاستين بيبر. تحب الدراسة والمذاكرة. تحب اللعب بالسلايم كثيرا. تحب السهر لساعات متأخرة. تحب الغناء باللغة الإنجليزية. تساعد والدتها أحيانا بالطبخ وخاصة في رمضان. تحب السباحة. بدأت النشر بقناة روان وريان باستخدام الهاتف المحمول. تقابلت مع عائلة مشيع في مقر يوتيوب في أبوظبي. شاركت في كليب التوأم وكليب يا أصحاب،
وكليب يوم الوطن وكليب اضحك مع توأمها روان. لا حساب خاص في الانستغرام لم تعلن عنه، اما حسابها المنشور للعام هو حساب مشترك مع توأمها روان. عدد متابعي حساب روان وريان عبر انستغرام اكثر من 1,000,000 متابع. لديها حساب في تيك توك يضم اكثر من 368,000. حصلت المقاطع المنشورة على تيك توك على اكثر من 6,000,000 اعجاب. قامت بتنفيذ تحدي اللهجة الجزائرية مع توأمها روان. منزلها عبارة عن فيلا فيها مسبح. أكثر مكان تحبه في تركيا صبنجا. كان عمرها 9 سنوات في الصف الرابع عندما بدأت على اليوتيوب. لا تحب الشمام. تحب فصل الشتاء. برجها برج العذراء. لا تحب السمك. تحب أكل الروبيان أي الجمبري من الأسماك. هدفها وحلمها أن تكون دكتورة في المستقبل. تبكي إذا أكل أحد ما بجانبها بصوت مزعج. تفضل مشاهدة أفلام الرعب. لا تحب مادة الفرنسي لصعوبتها عليها. بدأت مع توأمها في القناة عام 2016. ديانتها الإسلام. والآن مع تحدي لون عيون ريان. معقول لون عيونها أزرق ولا أخضر؟ أنتوا اللي راح تحكموا، وتكتبولنا في التعليقات شو رأيكم بلون عيون ريان في الصور اللي بنعرض لكم إياها على الشاشة. وهي الصور حيرت جميع متابعينا، احكوا لنا بالتعليقات ازرق ولا اخضر. شاهد بعض الصور لريان اخترناها لكم وعملنا لها تصميم حلو، بنتمنى يعجبكم. نتمنى منكم إذا مش مشتركين بالقناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد، والاشتراك بقناتنا الثانية ألوان تيوب 2 واللي راح تطلع لكم على الشاشة وتظهر في نهاية المقطع. وإذا أي حد عنده اقتراح أو استفسار بإمكانه التواصل عبر وسائل التواصل المختلفة اللي راح نكتب لكم إياها في التعليقات أو في وصف الفيديو. قناة ألوان تيوب.